المرأة، هي حاملة حقوق المرأة البيضاء مش حقوق المرأة العربية الفلسطينية. نحن هون لنرفض الاستعمار، واللي بيقولوا انه هن حاميننا من مقاومتنا، هن مش حاميننا، هن مش حاميننا من رجالنا، هن حاميين للاحتلال. نحن بدنا حماية من الاحتلال ومن الاستعمار، ما بدنا حماية من المقاومة. الانتقام الانتقام كمقاومة من لبنان. لأنه الهيئة الأمم المتحدة للمرأة عم تحتفل بيوم المرأة العالمي وتحكي بالاستثمار بالمرأة والتقدم، بوقت هي عم تتجاهل تماماً الإبادة اللي مستمرة بغزة لأكثر من 150 يوم، وكل أنواع التعذيب والقهر والتجويع، وعم تساوي بين نساء فلسطين وغزة ضحايا الإرهاب والاستعمار، وبين المستوطنات والمجندات الإسرائيليات يلي عم تقتلهم وتنهي حياتهم. منظمات دولية الوقت اللي عم تفرض علينا أساليب تحررية اللي هي فعلياً استعمارية، عم تتحكم فينا زيادة بدل ما أنه تحررنا. كل هيدا باسم النساء وباسم قضايا النساء، فجينا اليوم لنقول إنه هيدا شيء مرفوض. الثورية الاستعمارية هي ما بتمثلنا إذا ما كانت قانونية وثورية، وبتحط تحرير غزة وتحرير فلسطين ضمن بصلب النضال النسوي. والإفراج عن كل الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، إدانة العنف الجنسي اللي بتتعرض له النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، وموجودين لحتى نندد ونستنكر بتبرير الاحتلال العنف الاستعماري تبعه بالعنف الجنسي.